مع كلمة الجبهة الوطنية لنساء مصر الدكتورة كريمة الحفناوي. هذا احتفال بفتحية العسام، لأن فتحية العسام لم تمت، فصاحبة هذا الوجه البشوش، هذه الابتسامة المشرقة، هذا الصوت المحمس لا يمكن أن تموت، فهي بيننا في القاعة وروحها ترفرف ونقول لها ثوار أحرار هنكمل المشوار. كعادتها خافت على هذا الوطن لأنها لها بصيرة بعيدة، فقالت لا الهجمة شرسة، الهجمة جاية، لازم نجمع. وجمعتنا في الجبهة الوطنية لنساء مصر بعد ما وصل الإخوان إلى البرلمان وشافت واستشرفت وحست وخافت بإحساس الأم المناضلة على هذا الوطن، وبالتليفون جمعتنا. ما كناش نقدر نقولها، مش أي إنسان عنده قدرة على أن يجمع الجميع. قد نتجمع فهذا يكون أصل ده من الحزب وده من المنظمة وده من مجتمع مدني، واسمحي لي يا سيادة السفيرة، وده من المجلس القومي وده من الاتحاد النسائي. لا، استطاعت فتحية العسل إن تجمعنا كلنا وتكونت بعدها تنسيقية العمل جمعية نساء مصر لتضم نساء مصر كلهم ليستمروا في النضال وترفع الجبهة الوطنية لنساء مصر القضية، وهي قضية النساء وتمثيلهم في الجمعية التأسيسية. تنادينا ساعة الخطر، نحن في حاجة إلى صوتك الآن لينبهنا مثلما نبهتينا حينما جاءت أمريكا وقالت هضرب سوريا وحاصر سوريا. جاءت هنا لتقول أنا ضد الاستبداد وضد رئيس مستبد، ولكنني مع سوريا شعبا ووطنا واحدا. كانت تعرف في الوقت المناسب تجمعنا. نحن في حاجة الآن، وأعتقد أنك لو كنت موجودة بيننا لقلت لنا الآن اوعوا مصر تتورط في حلف أمريكا صانعة الإرهاب. وأعتقد أنك ستكون كمان هذا، وكانت بيننا الآن لتقول عايزين مؤتمر، عايزين نقول موقفنا إيه. إحنا بنوعدك يا أمنا إن إحنا هنبقى موجودين دايما، وفي ساعات الخطر هنقول موقفنا إيه علشان هذا الوطن يستمر ويعيش. هذا الوطن الذي أنجب فتحية العسام، مصر ولادة يا فتحية، وإحنا مستمرين على نفس الدرب ونفس الطريق. وشكرا.